لم تكن هذه الحرب بين البشر فقط، بل كانت بين البشر والحيوانات. هل يعقل؟ في نوفمبر عام 1932 انتشرت طيور الإيمو في أستراليا بشكل خارج عن السيطرة، حيث وصل عددها إلى ما يقارب 20,000 طير. كانت تنطلق في الصحراء الأسترالية بدون أي قيود، وتقوم بتخريب المحاصيل الزراعية، مما استدعى إرسال الجيش الأسترالي لقوة من الجنود المسلحين لإنهاء وجودهم. ولكن الأمر لم يكن سهل، فقد نجحت الطيور في إظهار مرونة كبيرة مقابل تلك الأسلحة. فرغم مقتل 2500 طائر منها، إلا أن معظمها نجح في الهروب وتجاوز الجنود المسلحين. وبعد استمرار الحرب لأسبوع كامل، عندها يأس القائد وقرر الانسحاب أخيرا. هل تعتقد أن ما قام به الجيش الأسترالي أمرا صائبا؟ شاركني رأيك في التعليقات.